سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحتكم بخير، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا ربي. المهم كي دايرين؟ كي داير الأحوال عندكم؟ الجو كاين شي شتا كاين شي برد؟ هنا راه كاين غير البرد والشتاوات. المهم هاد الأيامات غير عندك شي قنايه تتخشي فيها، ما كنبغيوش نخرجوا. ملي كنشوف الشهر راه برا والبرد الكس، كتقول لي المقافي شي مايطه مكلكمه وشي كاس ديال القهوه، ما باغا نخرج برا، ما باغا ندرج، ما والو. كيعكز البرد، ماشي عكس الصيف. الصيف ملي يكون صيف صافي بنادم كيبغي يخرج البحر، هادي في العشيه يهبط ليه يضرب ليه شي ضروره في كورنيش. الصيف كيزعم على الخروج السياحي، الصيف الشتا البيت ديال الدار. المهم حبايبي، الحمد لله الحمد لله خرجنا من المشفى. من بعد دوزني هذوك الايامات في المشفى، بصراحه دازت علينا مغمه غمامه كانت، ودازت الحمد لله، دازت بخير وعلى خير. شكرا لكم، شكرا كاع الناس اللي كيسولوا علينا، للعائله ديالنا في الانستغرام، العائله ديالنا في اليوتيوب، ولقيت الرسائل بزاف. نور نور، عافاك، طمنينا على ذهاب. كي ولات؟ واش خرجتوا من المشفى؟ واش باقين؟ الحمد لله، انا من خلال هذا الفيديو كنطمن كامل الناس اللي كيسولوا علينا والعائله الكبيره اللي عندنا. شكرا بزاف بزاف ليكم، خرجنا بخير وعلى خير الحمد لله. كتشوفوا احنا في دار حماتي دابا. واش غنقول لكم؟ صراحه ما كرهتش يعني نتحول لداري، صافي عييت يعني واحد نشوفه. ماشي عييت من شي حاجه، شي مشكل ولا شي حاجه كاينه يعني طاريه بيني وبين هنايا الدار، يعني دار حماتي ولا جويساتي ولا شي حاجه، كاين حتى مشكل. الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. هو الواحد الاستقرار زوين، يعني الانسان كيكون بارك وما باركش. بحال شي واحد مشيتي عنده مثلا، بحال مشيت عند شي واحد مثلا ضيف وكيقول لك وتا حيد صباطك انت، راه كتقول لا، كدير في مخك انك لا راه باقي غتلبس صباطك، باقي تابعك الطريق، باقي غتمشي. كتبقى جالس وما جالسش، يعني جالس وما جالسش، ماشي بحال اللي كتمشي شي بلاصه. يعني الاستقرار، الاستقرار راه شي حاجه مهمه في الحياه. ملي كتستقر واحد البلاصه تقولي ان هذه هي البلاصه اللي غنستقر فيها ان شاء الله. المهم كتعرفي ان ديك البلاصه هي المملكه ديالك، هي مكان الاستقرار ديالك، يعني كتستقر حتى النفس كتستقر شويه، ما كتبقاش. دابا انا حويجاتي مثلا، انا جبت شي حاجه من برا كنقول نطويها ولا ما نطويهاش، ولا لا خليها نحلها ولا ما نحلهاش، نخليها مجموعه ديال الدار ولا هذه. المهم كتبقى بحال كمشوش الانسان حتى كيستقر في دارو. ما عارفين شنو بغيت نوصل لكم، كاع العيالات راهو عارفين. مازال ما طلع لي سبب واحد، مازال على الفراش، خاصنا غير نفرشو. حنا ماشي غنتسناو حتى نفرشو الدار كلها عاد غنمشيو ان شاء الله يعني نرحلوا ليها، لا، نجيبوا اهم والاساسيات اللي غنبداو بهم، يعني لا تحتاجيهم، يعني بحال بيت النعاس ضروري هادشي. معليش هاد النعاسيات نحتي على الارض، بحال الثلاجه ملي نخرجوا نشريو الماكله ضروري نخزنوا، يعني نخزنوا اللحام داكشي باش ما يخسرش في الثلاجه. الاساسيات يعني اللي غنخدموا بهم في الاول، اما بحال الاكسسوارات وشي الزينه ديال الدار داكشي، داكشي ماشي مشكل. من بعد هو احنا باقي دابا واحد في بيت النعاس، عرفتي داتنا حماتي شحال من محل دورتنا عليه، كندخل عندي هذا 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 هذا، بقى مازال ما لقيناش داكشي اللي باغين. حنا عندنا واحد الفكره وواحد الموديل معين في بالنا كنقلبوا عليه، مازال ما لقيناش، مع انه الموديلات هنايا ديال البيت النعاس تقريبا كلهم كيتشابوا، يعني نفس، يعني كتلقايهم نفس الموديل، هما مختلفين في اللون، هذا لونه ابيض، هذا لونه قهوي، المهم في الالوان وفي الديزاين شويه مختلفين. اما ملي كنجي نشوف كنلقى الموديلات كتشابوا نفس الشيء. المهم حبايبي، مازال حنا كنقلبوا داكشي اللي باغينو، دايرين راسنا في بالنا، مازال ما لقيناش. مهند قال لي عاود ثاني ترجع لي تقلبي لي على الوردي وتبدا دير لي الوردي داكشي. قلت لي شوف، لا درت حاجه وحده وردي مثلا، درت بحال مثلا بيت النعاس درته في الوردي ولا شي حاجه، ولا الكوزينه درتها في الوردي، راه حاجه وحده اللي غنديرها في الوردي، يعني ما غنديش كلشي، يا كوزينه يا بيت نعاس يا صاله، المهم حاجه وحده اللي غنديرها في الوردي، يعني ما يمكنش غندير الدار كل في الوردي، ضروري خاصني نشوف اللوي الوردي في حاجه بلاصه وحده، يعني الدار كامله راه ما يجي داكشي ما زوينش. قلت لي الا درت وردي غنديرها في بلاصه وحده، يا يعني نديرو في الكوزينه يا يعني نديرو في بلاصه اخرى. المهم هو عاجبو، قال لك، قال لي عاجبني انا الكوزينه ديريها، ما ديرش فيها الورد، قال لي عاجبني الكوزينه ديري فيها اللون الابيض وتدخلي فيها شي لون البني ماغو فاتح، بحال اللون في الكوزينه فيها البني فاتح وفيها الابيض. قال لي هادشي اللي عاجبني، وانا كنبغي ندير اللي خاطرو، ما كنبغيش نخسر ليك، تعرفوا حتى هو كيدير لي خاطري بزاف 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 الحوايج. مهند داكشي كنقول مني عاشق هو شي حاجه يشوفها، ما كنبغيش نخسر ليه الخاطر. المهم انا كنفكر، واخا الكوزينه هو ما عنده حتى علاقه بها، ما غاتطيب فيها ما والو، انا مولات الكوزينه انا اللي كندخل فيها تقريبا، العائلات هما اللي الكوزينه هما اللي كيضلوا فيها واقفين، ولكن هو كيبغي يعطي الراي ديالو ماشي مشكل. اش نقول لكم حبايبي،
انا متحمسه بزاف باش نفرش الدار، وان شاء الله اي حاجه فرشناها واي حاجه درناها ان شاء الله راكم غتشوفوها وغنصورها لكم ان شاء الله، وغنشارك معكم بزاف الحوايج. وبزاف الناس كيسولوا على تركيا وكيسولوا على الحويجه ديال تركيا والاتات ديال تركيا والاسعار وداك الشيء، كلشي غنشاركوا معكم ان شاء الله، وغنقربكم من تركيا بزاف بزاف. حنا مازال دابا ما استقرناش باش نوضوا، قالوا لي الدريات يعني سيري دوري كاين واحد البلايص زوين في تركيا، مناظر خلابه، معروف هي تركيا بالمناظر الجميله اللي فيها بصراحه، فيها الجبال كشي زوين واعر واعر واعر، ولكن كاين البعد ديال الطريق. اي منظر شفتوه مثلا في شي بلاصه في شي فيديو هذا راه كاينه الطريق ضروري، كاينه هذه واحد الساعه ديال الطريق ما يحيدش الطبيب الطريق. انا كتقضي عليا انا كنسمع الطريق صافي، كنقول لي مهنا دا جلس 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 ما بقيناش ما نمشيو، حيت انا كندوق غير في الطريق، ما كنجي نوصل لديك البلاصه حتى المخ ديالي كيتقلب وكنمشي كنرد، ما كنبقاش نستمتع بديك البلاصه. كنقول لي هاد المره الا مشينا شي بلاصه بعيده مثلا بحال ملي جينا اخر مره، ماشي اخر مره، ملي جينا اول مره لتركيا مشينا لجزيره الاميرات، بصراحه ما استمتعتش بزاف لانني كتشوفوا كنت شاركت معكم ديك الفيديو وبقيت كنرد في الباخره، مشينا في الباخره بقيت كنرد وتاخرت وداك الشيء، وصلت تما عرفتي راسي مشقلب عليا كتعرفوا، ما يعني ما كنستمتعش بالمنظر. قلت لي هاد المره الا مشينا شي بلاصه بعيده نباتوا نباتوا تما باش نشوفو ندورو مزيان، وتاني يوم نجيو، علاش غنمشيو حنايا ثلاثة السوايع طالبين ديال الطريق وجايين ثلاثة السوايع وجالسين ندورو ساعة، هذا راه ولا فيها لا العيال عيال 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 لا اوه. المهم قلت لي هادشي راه ولا سفر سفر طويل، وانا درت حبايبي الفيديو معاكم اليوم هذا باش نطمنكم علينا اننا بخير وعلى خير الحمد لله، وبزاف ديال النصائح جاوني بزاف 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 مع العائله اللي عندي، شكرا لكم بزاف على النصائح ديالكم، ودائما النصائح كناخذها من عندكم. بزاف الاشياء كتنصحوني وكتنبهوني عليها، مثلا انا قلت لي كلشي تقريبا كيقول لي ويلي راه كان عليك اصلا انت دابا يكون عندك مثلا الميزان ديال الحراره باش تقيسي البنت قبل ما توصل لك الحاله اللي ولات فيها، ويكون عندك قويبه ديال اللي كينزلوا الصهد. ان اول مره وقع لي هادشي صافي كنقول لكم بحال تفاجات، وانا ملي شفت بزاف ديال التعاليق كيقولوا لي حنا كلنا عندنا هادشي، قلت للمهند ما تقلش دقيقه واحده، قلت لي ضروري تمشي تجيب لي، ها هو هذا ميزان ديال الحراره والقويلبات، يلا باغا نسول حيت هنا تركيا انا ما عارفاش القويلبات اللي مزيانين ديال الدراري الصغار، حيت هنايا بحكم الويسات عندهم الدراري الصغار وعيالات الويسات وكشي، بغيت نسول على القويلبات المزيانين باش يكونوا عندي حاطاهم. هادو كيبقاو عندك في الطريق مثلا مشيتي شي بلاصه بعيده وهذا الشيء انا ما عارفاش، تعرفي بعدا كاين غير تقيسي الحراره الميزان ديال الحراره تعرفي وليدك شحال فيه يعني واش حرارته هي هذيك نورمال ماشي نورمال. المهم هو هذا حبايبي جابوا لي مهند من الصيدليه، وكاين الامهات دابا البنيتات اللي باقين صغار ويلا داخلين على الزواج وباقي ما ولدوش باقي، هذا خاصو يكون معاكم. انا من قال لك اشنو نقول لكم، من الخطا يتعلم الانسان، من الخطا يتعلم الانسان، هذا انا ما خاصوش يخطا اي ام عندها وليدات ما خاصوش يخطا هذا الميزان. دابا عاد تعلمت انه خاصو يكون عندي وخاصني نعرف الحراره ديال بنتي، يعني من تكون تبكي انا ما كنتش عارفه واش طالع عليها ديك الدرجه حتى ولات شدتها كما قلتو التشنج ديال الحراره داك الكريز انا ما عارفاش. اش نقول لكم الله يجعل المغفره ديال الذنوب، حيت انا قلبي ديك الساعه الله اللي علم به. المهم انا خدمته قيسوا بيه الحراره حنا ما عندنا شنو، بلاتي قال لي مهند بقي ضاغط عليه هانشوف طالع هنا 36 نورمال، 36 37 نورمال، ماشي نورمال هي ملي كتبت توصل 38 39 40 كتولي هذه حمراء، خلينا نعودو عرفتي ملي يكون غادا غلط 36 عاطيه. المهم هو هذا، واش غنقول لكم الحبايب ديالي، راني توحشتكم انا اليوم داخلني واحد الحماس واحد الطاقه، ما كرهتش ندخل الكوزيان ندير لكم شي روتين وندير لكم شي شقوا شي شقوا شي شقيه ولا شي لعيبه ولا داك، ولكن ما كنطيبش خساره ما كنطيبش الطياب المغربي، كتعرفوا انني ما كنطيبش هنايا الطياب المغربي، يعني بحكم ان هنايا عائله ما شاء الله كاين فرد واحد اللي مغربي وكلشي العائله ما شاء الله سوريه، قلت تمشي لداري ان شاء الله وندير لكم الشهوات نبرعكم بالشهوات وداك الشيء، يعني الروتينات وداك الشيء في الدار الجديده ان شاء الله. يا دابا غنتورد على التشفير، واخا الارضيات خشب ما خاصوش الماء بزاف، ولكن الكوزينه والمراح والطواليط داكشي داكشي جلي خاصو التصياق، قولي داكشي اش موجده موجده للتصياق موجده للتصياق التصياق وشويه ديال الدوران. ايوا الحبايب ديالي اش غنقول لكم،
كما قلت لكم طليت عليكم طبلتكم عليا، ما كنبغيش نغبر عليكم بزاف وما كنبغيش نطول لكم فيديوهات بزاف، يعني كتشوفوا الفيديوهات الاغلب ديالي كيكونوا قصار. المهم حبايبي تبدا هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، تستناونا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تكون زوينه زوينه، ومع السلامه الفيديو قادم باذن الله.